دكتورة، الآن حديث رائج كثيراً أن الحكومة العراقية الآن تتجه إلى طبع أصدار نقدي. العالم يذهب في مخيلتها إلى قضية ما كان يصدر فيها النظام السابق لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية. كيف تجدين حلاً من هذا النوع دكتورة؟ أول شيء إذا تسمح لي خلي أوضح للناس شنو هو الإصدار النقدي يعني، أو كيف البنك المركزي، وكما قال في تصريحه الأخير هو وظيفته أصلاً الإصدار النقدي، يعني يصدر لنا النقود، هذه الدنانير في كل الفئات اللي نتعامل بها هي هذه من إصدار البنك المركزي. لكنه الإصدار هذا هو ما صاير من فراغ، يعني هو مو ورق ويطبعه ويعطينا إياه، لا، هو كمية مغطاة بفعل التزامنا بصندوق النقد الدولي اللي هو راح يكون حصتنا مغطيها احنا ربع الكمية ذهب والباقي على الاحتياط الموجود عندنا في البنك المركزي، وكذلك على قيمة الدولة، بمعنى ما تمتلكه الدولة من ثروات وإمكانات وكل هذه الأشياء. فلذلك هذا الدينار اللي نتعامل به إحنا بالسوق هو مو فراغ، وإنما أكو مقابلة قيمة تتقرر وفق كمية الذهب وكمية الديون عندنا وكمية التعاملات. وهذا في بعض الأحيان كما صار في وقت النظام السابق وأشرت جنابك، أنه لما نتحاصر العراق وما ظلت عندنا فلوسنا كلها اللي برا انحطت الايد عليها وصار تعرفون البند السابع، وما كنا نقدر نبيع ونشتري بالنفط ولا نقدر نصدر شيء، الحكومة خلص الاحتياط اللي عدت قامت سوت، قامت تطبع فلوس بدون رصيد. تمام، طبع العملة بدون رصيد هو قتل للعملة، لأنه سيؤدي إلى انخفاض قيمتها. يعني إحنا كنا نتعامل بورق، ورق ليس له قيمة، لا يوجد له مقابل. دكتورة يعني أقاطعك، هذه المرحلة أنت ونحن قد عشناها، لكن الآن الضرورات لمثل طبع العملة الآن في هذا التوقيت، البنك المركزي يقول هو لزيادة خزين الدولة من الدينار، يعني ما نخشى أننا سنذهب إلى حالات من التضخم، نطمئن المواطن لأنه الدولة تمر بأزمة مالية. إن شاء الله ما نذهب لهذا الشيء، لكن أكو مسألة لأن مهمة، لأن قلت لك إذا فعلا سوى البنك المركزي هذه القضية فهنا القضية خطرة جدا، لأنها ستضرب الدينار العراقي، وهذا التحسن اللي صار عندنا من وراء 2003 إلى حد الآن والمحافظة بشدة على سعر الصرف هذا اللي يكون هو 1200 مقابل الدولار، هذا الشيء راح نضحي به، راح يروح، وبالتالي من اللي يدفع ثمنه؟ راح يدفع ثمن المواطن اللي دخله ثابت، بمعنى الشخص اللي ياخذ راتب. ليش يدفع ثمن؟ لأن كمية السلع والخدمات اللي كان يحصل عليها بدخله تقل، بمعنى هذا راح يصير عندنا تضخم. فالحقيقة اللي أريد أقوله من خلال قناتكم، أنا ما أعتقد أنه إدارة البنك المركزي ستلجأ إلى هكذا خيار. لماذا؟ لأنها الآن ليست حرة، العراق ليس مثل قبل، العراق قبل كان محاصرا، العراق الآن ليس محاصرا، العراق الآن ملزم باتفاقات مع صندوق النقد الدولي، وصندوق النقد الدولي يضم دول العالم، كل دولة عندها اشتراك، وضوء هذا الاشتراك هو جزء من سلة من عملات العالم، والرئيسية هي الدولار والين والدني والذهب. فالعراق ما راح يقدر يسوي هيك شيء وهو عضو في صندوق النقد، لكن قد تكون هنالك إجراءات نقدية اللي هم دا يحاولون الآن أن يعيدون دورة الدينار، ويحاولون راح يعطون الحوالات، يعطون مثلا 25% من عتها دينار والباقي 75% دولار، حتى يقللون من هذا الدولار الطاير. بس هو هذا بصراحة هذا إجراء متأخر جدا، لأنه صار في وقت الأزمة اللي